تعتبر خارطة العراق السكانية والتركيبة البشرية الغير متجانسة مذهبيا وقوميا إحدى الأسباب الأساسية والمشكلات الرئيسية التي تساعد المتربصين من تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم بكل سهولة في بلاد الرافدين. الخلافات المذهبية والحرب الطائفية التي شهدها العراق بين عامي 2006 و2007 لم تكن وليدة لحظة غضب طائفة على طائفة أخرى إطلاقا، بل هي نتاج لتراكم عدد من المؤامرات الخارجية ضد بلد يطفو على بحر من البترول، ومنه انطلقت مختلف الثقافات العالمية وليست العربية، بل ومن هذه الأرض تعلم العالم الكتابة والقراءة. وفي العراق يوجد عشرات الأنبياء والمرسلين. هذه الأشياء لم يتركها العالم والقوى العظمى ليتمتع بها العراقيين، بل أصبحت نقمة عليهم. العام 2006 كان صعبا على العراق حيث شهد أحداثا خطيرة. ابتدأ العام بسياقات العنف المعتادة في السنة التي سبقت، لا سيما في إطار الصراع بين المقاومة العراقية من جانب والقوات الأمريكية والعراقية من جانب آخر. فحادث التفجير المروع الذي استهدف مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري المقدسين لدى الشيعة في مدينة سامراء يوم 22 فبراير دمر بشكل شبه كامل المرقد الذي مكث في المدينة بسلام لأكثر من 1000 عام. لكن الشظايا انتشرت لتشمل كل العراق، ولتبدأ منذ ذلك اليوم مرحلة جديدة من الصراع ربما كانت أبرز ما وسم العام. على الإثر وقعت هجمات انتقامية ضد مساجد سنية في بغداد خاصة، ما أزال الكثير من الحواجز الأخلاقية والنفسية التي كانت تمنع نزاعا على أساس طائفي. واتخذ النزاع مظاهر عدة، من بينها عملية قتل واعتداءات مسلحة منتظمة ومتبادلة، وحمل التهجير للعوائل السنية والشيعية، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث نوع من الانقسام الاجتماعي لأول مرة في العراق. وهذه الحرب الطائفية أدت إلى مقتل عدد كبير من العراقيين، فبحسب الأرقام الرسمية العراقية قدر معدل القتلى في العراق بنحو 100 قتل يوميا، في حين تقدرها مصادر أخرى بنحو 400 قتل يوميا، إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم وصول كثير من الجثث إلى مؤسسة الطب العدلي. ولم تتوقف هذه الحرب بالقتل فقط، فقد تميزت بالخطف الجماعي، ومن أبرزها كان حادث اختطاف نحو 150 موظف ومراجعا من دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي في نوفمبر 2006. وتبع ذلك حادثان آخران، أحدهم استهدف بائعين ومواطنين عاديين في سوق السنة، والثاني استهدف عشرات العاملين في محطات الدورة الحرارية لإنتاج الكهرباء، وتم قتل عدد من المختطفين وإطلاق آخرين. ولا يزال مصير عدد آخر مجهولا حتى اليوم، من غير أن تعلن الحكومة العراقية أي توضيح عن ملابسة هذه الحوادث ومصير المختطفين. وأخيرا، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.